إذا قيل لك ما هي الفائدة المتعلقة بالتوحيد في قوله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، فقل من يرزق هو الذي يستحق العبادة، ومن لا يرزق فليس بمستحق لها، والرزاق هو الله وحده جل وعلا. فإن المخلوق لو أعطاك إنما أعطاك بأمر الله، هو رزق من الله، لكن الله عز وجل جعله سببا، بدليل لو أن المخلوق وكل إلى نفسه وكانت لديه أموال طائلة ما أعطاك هباء ولا ذرة. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا يعني ممسكا. فإذا لا تعلق رجاءك بأي مخلوق مهما عظم هذا المخلوق، ولا تعلق قلبك به، إنما الذي يرزق ويعطي ويغني ويهب هو الله عز وجل. ولذلك حصرها بالعندية فقال فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره جل وعلا.